معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدين، السيدات والسادة الحضور الكريم، أتوجه إليكم جميعا بخالص التحية والترحيب بوجودكم معنا في هذا اليوم العظيم، ونحن نحتفل معا بحصول المبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية على جوائز الدولة هذا العام. إنها لحظة اعتزاز وفخر بما لدينا من مبدعين وفنانين وعلماء أجلاء يمثلون صناعا للحضارة والتقدم والرقي الإنساني. هؤلاء هم عناصر قوتنا الناعمة وأدواتنا الفاعلة لبلوغ التقدم الحضاري بأضلاعه الثلاثة: العلم والفن والأدب. وكما يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في الكلمة التي ألقاها في خلال حفل تكريمه للحصول على جائزة الدولة التشجيعية عام 58: لا نعرف أمة تفوقت في العلم إلا وقد تفوقت في الوقت نفسه في الفن والأدب. وهذا يقودنا إلى القول أيضا أن الأمم التي تكرم فنانيها وأدبائها وعلمائها تصنع لنفسها ريادتها وتعزز قوتها الناعمة والصلبة، وتضع بصمتها وتكتب تاريخها ومجدها بأحرف من نور في تراث الحضارة الإنسانية. يأتي هذا الاحتفال لكي يرسي دعائم العمل في تعزيز مسيرة المجلس الأعلى للثقافة للمضي قدما نحو الهدف المحوري الذي نشأ من أجله، وهو رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. ولدينا من الإمكانيات ما يعزز قدرتنا على بلوغ مستقبل أفضل. لدينا في المجلس الأعلى للثقافة موارد ناعمة من أعظم المبدعين، يصل عددهم إلى أكثر من 700 مبدع في كافة مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. هؤلاء يمثلون أكبر وعاء فكر في مصر، Think Tank، وأكبر رصيد من العقول تشرف به وتزهو أي أمة طامحة إلى التقدم والحضارة. هذه الطاقة الهائلة التي نملكها تعزز ثقتنا في أنفسنا، ونحن نسعى إلى العمل المشترك داخل المجلس الأعلى للثقافة لتطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتعاون والتنسيق الكامل مع شركائنا في كافة القطاعات والهيئات الثقافية الأخرى داخل وخارج وزارة الثقافة. هذا الدور الأصيل للمجلس الأعلى للثقافة يفرض علينا بذل أقصى جهد في سبيل توظيف كل ما لدينا من طاقات فكرية وإبداعية في دعم رسالة الثقافة في مصر. وإذا كنا نواجه تحديات مؤسسية ومادية، فإن ذلك لم يضعف من عزيمتنا عن تحقيق هذه الغاية النبيلة تحت قيادة معالي وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة الفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدين، التي توفر لنا كل الدعم والمساندة المادية والمعنوية الكاملة لكي ينهض المجلس الأعلى للثقافة ويقوم بدوره على أكمل وجه. واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم لسيادتها بأسمى آيات الحب والتقدير والشكر العميق بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء الشعب واللجان والعاملين بالمجلس بخالص التحية وعميق الشكر على دعمها لنا في هذه المسيرة. وأختتم كلمتي بتهنئة كل المبدعين بحصولهم على جوائز الدولة هذا العام، متمنياً لهم كثيراً.